السلام عليكم الكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. كنت في الفيديو ديال الاسبوع كنت حطيت لكم الحلويات وقلت لكم الرابط البهله غادي نحطو لكم في صندوق الوصف، والله اخوتي لا غير نسيت، ولكن انا غنخدم معاكم من اتل زيت، غير الفيديو خاص غير بالبهله باش هكا تدخلوا تشوفوا البهله مباشره. داك النهار شفتوني كنت درت الفقاس والكعب غزال في دار اختي، دابا بقى لي هنايا غير البهله، انا غادي نخدمها حداكم. هنا عندي كيلو ديال الطحين، انا كنخدمها دابا هنايا في برا في الجرده حدا الفران، البيت هنايا وحدا هنايا الفران، غادي نخبز فيه فراني اجتو معايا داك النهار. هانتوما غادي ندير فيها كيلو ديال الطحين، هانتوما كيلو ديال الطحين، البهله كتجي خطيره البنات، اللي ما كتنجح ليهاش البهله تجرب هاد الوصفه وترجع لي الخبر. انتما قبيص هاد الملحه كنقولوا بسم الله، حيد هاد الخاتم هذا. عندي هنايا 250 غرام ديال السكر سنيده، وعندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، هذيك المارغرين اللي كنت وريتكم كناكلها من سوبور او، هي دابا غادي تتبدل الاخر. وغادي نعبر هنايا كاس ديال الزيت، ومن بعد غادي نبقى نضيف الزيت شويه بشويه. هانتوما غادي نعبروا هنايا كاس، هنا غادي نديروا واحد شويه ديال الفاني، غير شويه، وغادي ندير شنو اخر، غادي ندير معلقه ديال القرفه، القرفه كتواتى بزاف في البهله، جربوها. هانتوما قريفه، على حسب القرفه على حسب المقادير، تقدي مثلا تضيفي نص معلقه الا كنتي دير نص كيلو ديال الطحين. هنا الصراحه غادي نوقف، جاتني هنا الطبله عاليه شويه، هنا دابا غادي نضيف هذا الكاس ديال الزيت هكا. هنا البهله ما كندلكهاش بزاف، علاش؟ دابا غنبسسها بهاد الزويته هادي، وغادي ندوز باش غادي نحكها في هنايا في الحكاكه، نبسسها دابا عاد باش ندوزو نحكوها في الحكاكه. هنا البنات صافي، دابا من بعد ما حكيت هنايا الزبده والطحين والسنيده، هانتوما حكيتهم هنايا مزيان، دابا غادي ندوز غادي ندير تما باقي اللي عندي هنايا. هنا غادي نضيف فيها ثلاثه الخمارات باش كتجي مشقه وكتجي مفقعه كتجي زوينه. ثم ثلاثه من فئه 18 غرام، ديما كتسولوني الخماره اللي كنستعمل شحال فيها من غرام، هذه راه فيها 11 غرام البنات. هانتوما درت ثلاثه، عندي هنايا 100 غرام ديال الزنجلان، هانتوما اللي قسمته النص خليته حبوب والنص حمرته وطحنته، حتى اللي حبوب راه عندي هنايا محمر، وعندي هنايا اللوز خديت 200 غرام وحمرته حتى هي في الفران وهرمشته، كيجي عاطينا الناس مغزاله في هاد البهله هادي. صافي دابا هنا غادي نبقى نجمعها بالزيت، هنا راه درت كاس ولكن غادي نبقى نضيف شويه بشويه، نحاول ما يفوتليش فيها الزيت البنات. دابا انا عارفه عباري، انا كنشرح لكم نتوما المبتدئات اللي باغين دابا تجربوها. هانتوما الزيت البنات غنبقى نضيف شويه بشويه حتى تجمع ليا، انا غادي نوريها لكم في الاخر كيفاش خاصها تكون عندنا، ولكن تجمع ما تكونش خفيفه، الا كانت خفيفه غادي تسيح ليكم، خاصها تكون شاده في راسها باش ملي كنخشوها في الفران كتشقق وكتجينا مجموعه، هي مشقه مفقعه، نتوما تشوفوها في الاخر كيفاش كتجي. نتوما الزيت انا كنضيف دابا شويه بشويه، وغير كنجمعها حيت ديجا دابا راه مدلوكه حيت ملي حكيناها في الحكاكه راه دلكات لينا. هنا البنات صافي، رانا بديت كنطيب هنايا البهله، بغيت نوريكم العجينه كيفاش خاصها تكون عندنا. هانتوما العجينه شوفوا البنات، هانتوما ما كتلصق ما حتى شي حاجه وما كتفرتش، ملي كنبغيو نكوروها كتفكور لينا هانتوما بكل سهوله، وما خفيفاش كتسيح لينا في اليد هكا، يعني باش تصدق لكم البهله. انا كما قلت لكم راه بديت كنطيب فيها،
هنا العبار ما كنعبرهاش، كندير عيني ميزاني هنا راه كنت كنوجد هاد الكويرات، وملي كنديرها في هاد الطاوات هادو هانتوما ما كنضغطش بزاف غير شويه، وانا راه ما كنبغيش نطيب الجناب حيت كيتحرقوا ليا، كندير غير الوسط. هنا راه الفران كما قلت لكم راه بديت كنطيب، هذه الطاوه الثانيه خشيت جوج وهذه طيبتها وحده راه باقا كطيب وباقا كنكمل هنا، وما شاء الله يعني كتخرج تبارك الله هاد البهله هذه. ان شاء الله حتى لاخر الفيديو نعطيكم الثمن ديال البيع بشحال كنت كنخرجها، ولكن باقا كنقولها الاثمنه راه كتختلف من مدينه لمدينه، ودابا هذا البرودوي كلشي راه غالي، كلشي تزاد الزيت نتوما عارفين دابا واصل 4 اورو لليترو تقريبا، كيلو كنديروا فيه نص قرعه ديال الزيت يعني نص ايترو زائد اللوز والجنجلان، يعني اي سيده كتخدم لي كوموند خاصها تخرج الاثمنه ديالها. والفران حتى الفران البنات كيلعب دور، البنات اللي كتقولوا لي على الطاوات خاص ضروري يكون فران ديال الغاز، لا واخا غير الفران ديال الدوخه ما تكونش عندك هاد الطاوه، ديري غير الطاوه عاديه، غير هو الطياب هو اللي كيلعب دور كبير في التشقاق ديال البهله. وكاينين طاوات كيتباعوا صغار من هكا ديال الفران ديال الضو، البنات اللي كتمشيو للمغرب راه كاينين طاوات صغار من هكا اللي كيتخشاو في الفران ديال الضو، هادو كبار غير ديال الفران ديال الغاز. وانا غادي نوريها لكم ما شاء الله كيفاش كتجي. هنا راه كيلو راه يخرج ليا تقريبا 2 كيلو وربع ديال البهله، كيلو طحين. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه وندوزو نطيبوها وانا معاكم. هنا الكويدات ديالي انا باقا كنخبز هنايا، دابا غادي نخرج طاوه وندخل طاوه عاوتاني. ها هي شوفوا ما شاء الله البهله كيفاش كتجي، هانتوما هذه دابا غادي نخرجها، هانتوما هذه راها طابت لتحت، هانتوما حتى كانت لتحت حتى تشقات ماشي تحمرات، تحمر كتكملوا الفوق ضروري خاصكم طريقه باش طيبوا البهله ديالكم باش تنجح لكم، كانت لتحت غير تشقات وطلعتها هنايا الفوق. دابا غادي نخرجها راها طابت، وغادي ندخل وحده هي هنايا. انا شوف راه كنحجوا حاجه كنقيو في الجنجلان كنحمروه البرقوق، وهنايا الطبيس اللي هي اختي ديال الكريميسات شفتها هاد الشجره كان فيها الكرموس. انتوما صافي دابا غادي ندوز نخشي هذه عاوتاني، ولكن هنا واحد الحاجه شوفوا معايا، دابا غادي نقص عليها الفران فينا، دابا شوفوا نقص الفران كنجهدو ملي كنطلعها الفوق، شوفوا انتوما رجعتو بحال الشمعه هكا باش هنا راه غير الريح كيديه، خاص تكون العافيه مهيله باش ما تحرقش ليكم، وما لا تحمرات وتحرقات من الوجه صافي حتى المذاق ديالها كيتبدل. شوفوا العافيه مهيله هنا راه غير الريح، هانتوما نسد لكم الباب ديال الفران، شو العافيه مهيله وانا جالسه حداها البنات، شو جالسه حداها غير عاوتاني غادي تشقق ليا وغادي نطلعها الفوق تكمل الطياب ديالها. هانتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي البهله، ها هي البهله ديال اختكم كوثر، ولكن ما تقيسوهاش دابا ما تقاش البهله، علاش سخونه وإلا حركتيها غادي تفرتت لك كامله، خاصها تشد راسها تبرد، ما حد كتبرد داك الساعه حيديها وديريها في الطاولات ديالك تبرد، راه ما كيوقع عليها حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا المول ديال البهله هنا راه تحكمه مسكينه ضربات لهم حكه، هنا في هاد الجناب ما كنديرش، علاش باش كنتفادى ان شي حبه تحرق ليا، وكنتفادى ان الجناب نقول لكم على الجناب الفران كيحرقوا، مثلا كون طيبت من هنا وطيبت من هنا ولا من هنا ومن هنا عندي جناب الفران كيحرق، ولكن الوسط لا، غير في البهله ومراكشوني الكعبه وداكشي كنعمرها كامله، هاد الجنيبات هادو مع الطاوه في العرض ديال الفران هاد الجنيبات هادو كيتلاصقوا مع القنج، والعافيه في هاد الجناب كتكون مجهده، لهذا ما كنتفادى ان البهله نديرها في هاد الجناب
واخا كتضيع لي طاول يعني كتضيع لي الوقت. دابا كون عمرت هادشي كون رانا كملت، ولكن حتى في الطاوله الكبيره شوني ما عمرتش، درت هنايا غير الوسط يعني كنتفادى باش ما تحرقش ليا وتجيني الحبه كلها مشقه ما شاء الله. هانتوما هكا كتجينا البهله ديالنا، تبعوا غير الطريقه وراه غادي تخرج لكم تماما في حاله هذه. هنا البنات صافي هي من بعد ما طيبت البهله، هانتوما شوفوا اللون ديالها كيفاش جا، جات محمره واللون ديالها والمذاق راه ما نقول لكم عليها البنات. هانتوما شوفوها من بعد، هانتوما كلها كتجي مشقه، هنا راه باقي دافيه شويه خاصني حتى تبرد عاد نجمعوها في البواطات. شوفوا كي كتجي البنات، ما شاهدتكم فيها ما شاهدتكم فيها، هذه الصراحه ديروها بوجهكم محمر للناس. شوف كتجي طايبه، علاش كنديروا لها هاد الفليمول ديال البهله هادو باش كتجي هكا من الوسط كتجي خاويه هكا وكتزيد كتشقق لينا حتى داك المول كيعطيهم صراحه كيجيو مشقق. ولكن انا غير بهذه الطريقه هادي وديروها غير في الطاوه عاديه ورجعوا عليا الخبار، كتجي الصراحه مذاق يا سلام يا سلام ما نقول لكمش عليها. صافي دابا هنايا كملت انا الطبسيل ديالي، هنايا انا راه حطيتها غير في هذا الطبسيل هذا عاد ما نجمعوها في البواطات. انتما اللوين كتجي لوين واحد فيها وكتجي طايبه طايبه طايبه. صافي الكبيده ديالي هنا غادي نقول لكم دابا بسلام عليكم وتهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. بطبيعه الحال ما تنساوناش من اللايكات ديالكم والكومونتيرات البارطاج.